تحية سلطعون يا خوت، مرحبا بكم في كوزينة العجيبة ديال سلطعون. المهم نشاهد معكم يعني الروتين ديالي اليومي، خصوصا ديال الصباح. فهمتي اش ندير في الصباح؟ ودابا يعني راه غادي الخدمة، فهمتيني، ولكن هكا باش نبدا النهار ديالي كامل. هادشي باش نبدا النهار ديالي. المهم حاجة تندير أنا في الصباح هي تغسل الماء، فهمتي، وخا غسلتهم مبارح بالليل ولكن مبقاوش شي ديما بالليل مثلا قبل ما نمشي نعس ولا فاش تنتعشى كيعجبني نغسل الماء. علاش؟ ماشي تيعجبني نغسل الماء، المهم تغسل الماء باش سميتو باش المهم تتفيق. غسلي واحد الكوزينة يعني نقية وهادي فهمتي كيفاش، ما يعرف هادشي هذا من غير تي اكسبيريونسي شي حاجة بحال هاكا. مادام عندي دابا مثلا شنو نقول لك، هي تقد دير شي حاجة بحال هاكا إلا جات ماهيش مع الخمسة ولا الستة والخدمة وهادي، تقد دير شي حاجة بحال هاكا. ما هاكاك حيت هي حاملة فهمتيني، ما عندهاش الجهد يعني خصها الراحة. المهم ولكن حنا من غير انها كانت حامله وفي بحال هكا يعني كنشاركوا يعني المهام وداك الشيء، فهمتي. صعيب خلي الماء مقوى، خليش ليا الشيء ما تدوخش ما تضيعش. المهم نضحكوا نشوفوا كاين شي حاجة، كاين ربعة كيسان وموز وملعقة وعشقة، علقة ولا عشقة ولا لا، المهم هي هادي فهمتي. أنا تنحس بحال بدات تهرب ليا الداريدة هادي، ماشي تهرب ليا ولكن بحال شي مو شي كلمات ما تيدخلوش، ما بقيتش عاقل عليهم كاع فهمتي. دابا المغرب اللي تيجي هنا و تيختلط مثلا بالمغاربة و تيبقى مع المغرب، تيبقى ديما فهمتيني محافظ على الماكلة. أنا ما تختلطش مع المغاربة بزاف، ربما ليه المهم فاش تا سيدي تا تسميتو فهمتي تتغسل الماء. اولا هاد القضيه ديال انك دير واحد الروتين، دير شي حاجه ماشي فان فهمتيني، ماشي شي حاجه بحال هكا فهمتي، تديرها مزيان لانها بحال تقول تبدا النهار ديالك وانت ملتزم بشي حاجه فهمتيني، بحال تقول تبروغرامي دماغك بانك تدير واحد الحاجه اللي هي كاع الحوايج ديال المسؤوليه اللي تتكون فيهم مسؤوليه، راه ما يعني ماشي حاجه فان ديرهم، يعني ماشي حاجه تديرها وانت فرحان وغادي وناشط، تديرها وانت ولكن الا وليتي ولفتي المسؤوليه وتدير داك الروتين ديال المسؤوليه اليوميا تولي يعني فان انك تدير المسؤوليه ديالك، تتولي غادي مع داك الروتين فهمتي. وكاين اللي يفهمني وكاين اللي ما يفهمنيش فهمتي، لان المسؤوليه شنو هي؟ كاع هادوك الحوايج يعني اللي ما باغي حتى واحد فهمتي، ماشي ما بغيهمش ولكن تيتهربو منهم الناس بزاف فهمتي. مسؤولية هادي لا مزيانة المسؤولية، وخا خصك بحال تقول تعلمها عند راسك يعني كيفاش تمارسها وكيفاش فهمتيني، وابتداء يعني من الروتين ديال حياتك اليومية فهمتي. تقدر تغير بزاف د الأمور، بحال دابا مثلا تغسل غير الماء في الصباح وخا تبان لك زعما مسألة عادية، ولكن عقليا ولا نفسيا بسيكيسك يعني بسيكولوجيا عندها واحد التأثير فهمتي. وتصور معايا تفيق دير في الصباح هادي، ماشي مغربي تيفيق مثلا ويقول واش كاين شي فطور، وجدتو الفطور تقول لي لا، تقول له علاش فايقيني علاش فايقيني انا وما كاينش الفطور ويبدا يعرعر ويزعزع ويقرعر فهمتي. لا سميتو
هكا يعني ما عمرك تطور كبنادم وتضيع بزاف، فهمتي؟ خص بنادم خص المبادره انيشيري فيجي منك انت، انك تبدا دير الحوايج لراسك، ما تستناش امك ولا اختك ولا هادي دير لك، فهمتي؟ نوض من هذاك العجز وهذا التخربيق، فهمتي؟ كاين يقول لك مثلا وانت وهادي النظارة وانت اسمحوا لي اخو يقول لك يعني تنشوف انا بزاف عقلية الشباب في الفيسبوك تنعرفها يعني ما بنادم راسو خاوي، فهمتي؟ بنادم راسو خاوي ما عارف والو. اوكي دابا نبداو مع الصالة هنا، اجي نجي هنا حيت نورمالمون تندير لافوكا، ولكن ما عرفتش ما بقاتش عندي ما عرفتش واش مادام دازت ليا ولا شي حاجه. المهم نورمالمون تندير لافوكا الصباح حتى هي، وهذا نجي مزيان بون دابا نضربو على هاد الشيء كامل. يعني باش تفيق الصباح حاول، انا دابا راه غادي للخدمة صراحة اش نقول، ولكن انا على حساب الخدمة ديالي، واخا نجي معطل واخا لان انا كنخدم اصلا سميتو انا كنخدم الشركة حتى من الدار، فهمتي؟ يعني فاش يكون كاع بنادم مشى فحال لدارو وهادي، فهمتي؟ انا راه مازال تنجي للدار و تنخدم في الانترنت. لذلك الا جيت انا معطل الخدمة ولا قلت لهم يعني يعني الا دخلت سوايع بزاف مثلا في الخدمة، تنقد ناخدها يعني بحال الفاكونس، يعني 3 ايام 4 ايام جدا هكا غندير والو، يعني فري يعني ليبر. المهم اخويا تجي التفاح تقطعو تحطو بحال هكا بحال هكا بحال هكا بحال هكا، المهم فهمتي؟ قلت ليكم هذا هو الروتين ديالي اليومي. اليوم ما عنديش لافوكا، فهمتي؟ كوني سميتو ما عرفتش شكون لي سميتو. انا نورمالمون ولا انا مثلا عايش تقول تنقول هادي من مدى اللي كلا شي حاجه ولا اللي سال شي حاجه الاخر شي شريع، فهمتي؟ ماشي انا مثلا بروغرامي دابا في دماغي غادي نجي غادي ناخذ واحد سميتو غادي ناخذ واحد شي يقول هذا زنجر زنجر تعرفوا اخوان زنجر هو الزنجبيل ولا سميتو؟ لا ماشي زنجبيل، سكنجبير سمحوا لي زنجبيل هو سكنجبير يعجبني لانه هو صحي ماشي بزاف ديري واحد تشري ناخذو بحال هكا هنا فهمتو اخوت و تنديرو مثلا منو شويه واحد جات شي راه بزاف تيبان لي ممكن تلقى واحد المذاق زوين في الاخر في
في العصير هو صحي يعني ابار صم. هاك كنت انا واحد المده كنت نفيق تناكل سميتو تقريبا ربما مده ديال 6 شهور هكا او اكثر كنت نفيق و تنسميتو. عندك هذا حليه عندك هذا بحال تقول الشيفرون ولكن خضر تيقولوا ليه بروكلي بالانجليزيه ولا حتى بالدمايه ولا بروكلي سو المهم ماشي شنو هو الفيتامين هو ماشي كميه د الماكله اللي خصك تسالك بزاف هو الجوده وشنو تتاكل حتى تتاكل شي حاجه صحيه راه تبان فيه ما كنتيش راه تبان في التاني فهمت ايه هو مزيان من هذا مي هذا عندي الصبانخ كما تنقولوا لكن واخا داب لهادي مزيانه المهم الصبانخ ها هي شي شويه هكا ماشي شحال شفتك حتى نقول لك انا العصير هذا ما يخصش بزاف فهمتي حيت انا مثلا كنت السكريات عندي التمر فهمتي تندير فيه تمره ولا جوج بحال هكا مرة مرة باقي عندي واحد شي ستريس الخدمة خدمة خوتي اللي تخليني تنكمي بعض المرات وباغي نحيدو يعني في خطرة تنكميش بزاف ولكن تنحس براسي خصني نحيد الكار خصني نقول ليه باي باي سي فيني لأنك ماشي صحي. خصنا نفيق اون فورم في الصراحة فهمتيني تفيق ضحك تفيق ناشط فهمتيني ماشي بحال مغربي تيفيق هو صغيرة فهمتي كيفاش دير على البيض البيض وين 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 خوش خصني ندير واحد شوية ديال الزبدة في هاد المسح العادي باش يكون هداك الشي بانين ولا دينو فهمتي ذوقني الله يرحم بارك ذوقي تمام البيضات يكفي فهمت اخوت نديرو ديك الى الغد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تعالى الله خير.
شفتيهم هادو غادي للمخزن هادو. الله اكبر بلي شي دجاجة شي حاجة تيداتي شنو الله اكبر الله بآتي بيا يا ربي. المهم اش ندوي المهم بنادم خصو يفيق ضحك فهمتيني يفيق ضحك زعما اصلا فاش تفيق ضحك تبدا النهار ديالك اون فون فهمت شخصي حتى الملح يقد البيض مغربي تفيق غالبية الوارع تفيق تدير ديك ولا تفيق يا اما تضحك بزاف يا اما يعني طالع عليه الدم فهمت ما يمكنش وهاديك تيضحك بزاف يقد يرجعها فهمتي يقد يرجعها يعني طالع عليه الدم مزيان راه هادي هي يعني اش نقول لك حالة فريدة يعني انا لو غزار لو غزار لو غزار هذاك الشيء مزيان المهم قلت له خص بنادم يمكن يفيق الصباح فيقنا الشيء 12 ديالك من الشيء بدا من الروتين ديالك شنو تدير شنو تعجبك واحد الحاجه مثلا انا تعجبني نشرب العصير في الصباح وناكل بيض صافي ونشرب كاس ديال اتاي ديالي ونخرج فهمتيني المهم غادي نصاوبو اتاي تاهو هاد الشهور ماشي بحال ديال المغرب على العادي قلت ليك علاش بنادم يفيق طالع عليه الدم تفيق فرحان اصاحبي فهمت ما تفيقش طالع عليك لان فداك النهار اللي تكون فيه فرحان تقد تحقق بزاف العمر فهمت وكاين بلا ملي تجي تنهضر معاه مثلا على كم تح انا تيعجبني نكون راسي باش نهضر معاه مثلا تيعجبنيش كل شي واحد مثلا يتل عليك ولا شي حاجه فهمت ما عنديش مع هذيك اللغه ما عنديش مع هذيك التخرج المهم هو انه سنوقف هاد طيب المهم هو انه شحال من واحد جا عندي واحد ما كذبش عليكم يعني كتب لي قال لي انت واقيلا عارف لك بحال بن جبلي سعيد بن جبلي لك السيد مسكين اللي تيعاني يعني قال لك هو ولا ما سعيد الشاب ما جا عندي زعما قال لي هذيك وشوف يعني فهمتيني وخويا لا زعما اش نقول لك تشوف انا عربي وقيلا تسلي عارف ليك ولا كان زعما يكون عارف ليك بحالي بحال هكا راه مزيانة فهمتي راه يعني اش نقول لكم اخويا راه مو ديال الضحك مع شي مرة راه بزاف والله الا انت تقول الله يستر فهمتي تشوف تتعيا وتتقول الله يستر فهمتي اللي كاين دابا شنو من بعد سيغو دابا غادي نطلقو رومانا اصاوب بدا اتاي تيجبني وعاد نحرك هذا وانا دابا مازال غادي الخدمه لان دو ماشي دوش ولكن دوشت البارح بالليل و يعني دابا نسميو بحال البرام نديو ديالي ونمشي نمشي الخدمة ديريكت مي شنو نقول لكم بغيت تمشيو معايا فواحد الرحلة للخدمة نديكم معايا يعني هي رحلة شوية طويلة ولكن غتعجبكم المهم كما قلت خص الانسان يبدا الروتين ديالو يدير هداك الشيء اللي تيفرحو اللي تيبغي فهمتي نقولو مثلا ما محتاجش امكانيات بزاف راه يمكن تعيش السعادة مثلا تقول تعيش السعادة في المغرب ولكن انت تتبني شي حاجة فهمتي ماشي تكون تعيس الا كنتي تعيس وباغي السعاده راه وباغي توصل للسعاده ما يمكنش خصك تخلق السعاده من فداك النيفو ديال الحياه اللي انت عايش فيه باش توصل للسعاده اللي باغي انت فهمتي خلق لومبيونس خلق يعني خلق واحد الروتين انت مرتاح فيه وتدير الامور ديالك تلقادها فهمتيني يعني هذيك الساعه شوف يعني تخرج من المغرب تخرج من شوف انت شنو باغي يعني الاهداف ديالك في الحياه راه غادي تحققها ما يمكنش تعيش في واحد state of mind you know state of mind they say in English state of mind that is you feel unhappy you know negative يعني واحد
يعني انت التفكير ديالك ولا فين وقف نيجاتيف، كل شيء نيجاتيف، يعني انت تشعر نيجاتيف، اي حاجه نيجاتيف بالنسبه لك، ما يمكنش تشعر بالتعاسه، ما يمكنش تحقق واحد، ما يمكنش تحقق واحد السعاده صعيبه. خصك تبدا على الاقل تخلق واحد الروتين وتبدا تغير حياتك وتغير العادات ديالك وتغير التقاليد ديالك وتغير، وبهذا الشيء هذا راه تغير الشخصيه ديالك، لان ضروري فهمتيني. كان لان الشخصيه شنو هي؟ الشخصيه هي واحد مجموعه ديال البيانات حطوها فيك شي وحدين من الصغر فهمتيني، وكبر جيت تشوف هادي وتحط لك هذاك الشيء براسك فهمتيني، بروغرام من هنا بروغرام من هنا وصافي، هذاك الشيء هو اللي يكون الشخصيه ديالك فهمتيني. ولكن انت ما يمكنش يعني ضروري تكون فوتوكوبي ديال واحد الشيء، ولا ممكن تكون يعني واحد النوع اخر فهمتيني. انت تبغي تشق طريقك بواحد بطريقه ديك الخاصه باسلوبك الخاص، يعني ما محتاجش انك تكوبي واحد الشخصيه، بحاله انك تكوبي واحد الشخصيه، تكوبي واحد الشخصيه ناجحه مثلا. شوف ديك الشخصيه كيفاش كيفاش يعني تنظم حياتها، كيفاش تمشيها، كيفاش سميتو، تحاول تكوبي دوك العادات هذوك وتابليكيهم في حياتك فهمتي، تحطهم يعني ديرهم في حياتك بحال هكا. المهم راه السلاله ديال العشاي كاب دوكا لا 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 شيتنا صحوي ما تعاودش تهز دير هذيك الشيء ديال المغرب، طير زعما في السما، طير الله غير هكا وعادي فهمتني. المهم عيني غادي نبدا ندير بحال هاد البلوك هاد هادو، نتا خوت بغيت نشوف واش عندنا واحد سميتو باقي ولا ما باقي، لا وجنون ولا ما طلعوش. C'est bon. كاين حتى هاد الخبز هدا راه مغيكونش عندكم في المغرب بحال هدا غوبا، هدا بنادم تياكلو مثلا في الغدار، تقدر تاكلو حتى في الفطور صراحة، ولكن مكيعجبنيش الخبز، لأن عادة تاكلو تتشبع فهمتيني، بحال تنزل هديك السيما وكياس عندك الكرش فهمتي، تحس براسك أون فور. المهم خبز سميتو غوبا، تيرا لي دانوا تا هما يعني شنو نقولك العدد ديالهم في الفطور وداك الشيء زوان، يعني ماشي شي ناس ندير خضر زعما فهمتي، اختار خصو ضروري يبقى خضر كيفاش، انا باش بروتين بروتين انتوما عارفين الناس ديال الميجا ماس ها لا
بغيت دابا نخلي لك العصا ديالي اللي عندي مزيان. كنظن يكون هو هذا ديما سدا هي باش الحماية. بعد المرات انا وقعت لي واحد النار خليتها مشعوله وداك الشيء هو يطير فهمتي. المهم بنادم من تما وليت اخويا طفي بقى ليا حيلا بريد تا هو وراكب هو امان. اوه لا لا كيباسا تشيكو. موي بيان نار موي موي بيان هومبري راهم تعرف اسبانيوليه يا بويا راس اسبانيول هومبري. واو المهم هذا هو العصير سلطعوني هو هذاك هذا مزيان دير له وياك شي كروسه شي حاجه تعرف بيها خويا تحيي بها. المهم تحيه شي صراحه صدق واعر عرفتي علاش بعد مرات ندير تالا بوكا او بعد المره ماشي يعجبنيش بلافوكا هكا حتى وليت خصني نضبط هذاك الشيء اللي كنت ندير لافوكا باش يجي سميتو. ولكن فاش تدير البنان صراحه بلا لافوكا بلا والو تدير البنان كما قلنا نص بنانه جوج تفاحات البروكولي هذاك الشيفرون الخضر اللي وريتكم وعندك سكنجبير يعني خضر يعني هكا كما تيقولوا خضره بحال هكا وريتكم فهمتي. وهذا هو البروكلي يعني هذا راه غيكون عندكم في المغرب. وعاد عندك الاخرى عندك السبانيخ السبينات هذاك السبانيخ عشبه ديالو حتى تاخذي شي شويه هادشي هذا يعني في متناول الجميع اللي بغا فهمتي. واللي بغا يعيش واحد الحياه ويبدا واحد الروتين راه بكل سهوله خصو غير يقرر هذاك الشيء ويبدا فهمتي. خصو يقرر واحد النهار تفيق ودير هذاك الشيء فهمتي. غادي يمشي مثلا بالليل تقدام السوبر مارشي داك الشيء تجي للدار تحط داك الشيء في الثلاجه فهمتي ويقول لك انت داك تي عايش مع مالي الدار ولا هادي يقول لهم راه نبدا واحد البروغرام وهادي وهادي باش حتى هما يدعموك فهمتيني باش تلقى واحد الدعم باش انك تبدا واحد الروتين جديد فهمتي. ماشي يعني تسميتو تبقى يعني اش نقول لكم يعني تعيش واحد الروتين اللي ما يخرجكش شي بلاصه فهمتي. الا بديتي هذا الروتين هذا مثلا بدا من تنظيم الماكله ديالك تشرب واحد تفيق تضرب واحد العصير هادي ولا دير شي حاجه مثلا لقيتي شي ماء شي حاجه ما تغسل في لافابو وديرها حتى هي راه مزيانه في الصباح. ما تحاولش انك حاول انك يعني الاعتماد ديالك على مالين الدار حاول انك تقلل منه فهمتي. ما يبقاش الاعتماد ديالك على مالين الدار كثير يعني حاول انك بحال تقول شي واحد يريد الاستقلال بذاته فهمتيني خصو يبدا يمارس الاستقلاليه ديالو فهمتي باش يمارسها ماشي انت تقول بعد من دارك ولا المهم تتبقاش معتمد عليهم فهمتي. بغيتي كاس الماء شي تجي ولا اختي واحد كاس الماء ولا امك ولا هادي فهمتي سير انت جيب هذاك كاس الماء فهمتيني. ما تحاول ديما تحارب هذاك التفكير اللي تيخليك ديما يقول لك خلي هادي تغدا ولا لا ما في اللي يديرها اليوم ولا داك الشيء. حاول تحارب التفكير لانه غادي يهرسك فهمتيني. المهم والله لا يعني غادي يهرسك تهريسه. المهم اخويا ندوزو نحبس هنا وندوز الاخر سميتها الصالون نريح نفطر هكا بالزربه ونخرج فهمتي. ما باقى لي الساعه ونص باش نمشي للخدمه فهمتي يعني عندي الوقت فاش نهضر فاش نترتر وندوي فهمتي اخويا. كما قلنا بدا الروتين ديالك اخويا وما تبقاش فيك طال الدم فيك فرحان وعرف بانك قد تحقق الاحلام ديالك فهمتي. ما تخليش الياس وديك الافكار السوداويه وديك الافكار يعني السلبيه انها تهرسك فهمتي. وعلاش انا درنا
انا ضرب هذا مور الاخر تحياتي. ماما اخوتي انا في الصالون انا جاي. السلام عليكم لاباس كي دايرين بخير. المهم الخوت نبداو دابا بالماكله. بوين اش فين تسميت نديرو هكا كم زين ياك مزيان انت يا اختي معاك سلاي قلت على الموستاج خونا بالله عليك أمرنا والمهم ما عيناش خليوني أخوي ناكل يرحم بها الوالدين هكا يحفظ ربي هو هاد الكاميرا بحال اللي تغير فيها الضو فهمتي اني ما عارفش انا دير بحال العين فهمتي لان هذاك اللينز ديالها داير بحال العين نقرب ليها بحال هكا تولي دير هكا تولي سميتو لان هاديك الايسو ولا دي اباتشر يعني الايسو ما في اللي بدا يستعمل نصح هاد الامور دي تقنية عاوتاني لا لا ما تنبغيش نهضر من هنا خلني ناكل ولا عندكم. المهم تحياتي ساليت ماكلة البيض. المهم باقي اتاي. المهم اخوتي هو حاجة وحدة سميتو فاش نفيق الصباح اول حاجة تنديرها تنشرب كاس ديال الماء فهمتي كاس ديال الماء تنشربو على الريب يعني على الناشف هكا يعني ما يعني ما تندير حتى شي حاجه من غير شرب كاس ديال الماء في الصباح فاش يلا تنفيق كاس ديال الماء نكون سيطرة ولا شي حاجه هكا تنشربو على الريب لانه تيشنو تيحارب جميع هذيك البكتيريا اللي تتكون في الجسم ديالك اللي تتكون عالقه في المعده وهذاك الشيء وتينزل عليها بحال تقول تيفاجئها فهمتيني تقريبا حشاك من بعد فاش تتبول تتبول جميع هذيك الميكروبات وهذيك الشيء فهمتي لذلك سميتو الروتين ديالنا في الصباح خصنا ديما نحافظو عليه فهمتيني باش ما كان خصنا ندير واحد الروتين اللي غادي يبني لنا ولا يوصلنا لشي حاجه فهمتيني لان فاش دير واحد الحاجه تتبنيها تتوصلك يعني نقطة بنقطة فهمتيني ماشي يعني ماشي تبغي توصل لواحد الهدف في الحياة ولكن نتايا في القاع ديال حياتك ما داير والو ما بدلتي لا روتين ما درتي حتى شي حاجة خص ضروري القاع ديال حياتك يكون يعني في واحد الروتين صحي لأن شنو what reflects your life you know what really reflects your life تيقولو بالإنجليزية شنو هو اللي تيعكس الحياة ديال الإنسان فهمتي كل انسان والاسلوب ديال حياته تيعكس الشخصيه ديالو ولا تيعكس يعني يعني ليطا فاش كاين هو فهمتيني هاد عندما بنادم تلقى عايش في الروينه تتمشي عند بنادم مثلا تلقى عايش في الروينه وهذه وهذه هذيك راه اش نقول لك يعني يعني هذا كثير ريفليكتي يعني العقليه ديال هذاك الانسان انه ما مرتاحش في راسو ما دايرش واحد الروتين الصحي فهمتي وما دايرش واحد الالتزامات يوميه يعني تدبر بها حياته فهمتيني بحال تماما
على تسير واحد المؤسسه عموميه تتلقى واحد عشوائيه وداك الشيء، لان المسير ماشي مسير، مسير هي تيخربق فهمتيني، زنقاوي عشوائي لا، ولكن كنتي تنظم حياتك وعارف اش دير، يعني يعني في حياتك اليوميه تتحس بواحد تتحس بواحد الاحترام لراسك اول حاجه، وهذه مهمه انك تحترم راسك، انك تحترم راسك مزيان وتشوف راسك واحد المثال لراسك فهمتيني، انك تفتخر براسك انك تدير واحد الحاجه زوينه فهمتي الخوت، انك تفتخر براسك وبهذاك الشيء اللي جدير الخوت. المهم خسر هذا الشيء اللي بغيت نقول، وبغيت نقول بان ضروري خاصنا بحال نقول نسميتو نديرو واحد الروتين خصوصا ديالنا في الحياه ديالنا اليوميه فهمتي الخوت، في الحياه ديالنا اليوميه اللي اللي غادي يعاوننا نوصلوا نوصلوا لشي حاجه تنتمناوها، ربما تكون خدمه، ربما تكون تغيير تغيير حياتنا، ربما اي حاجه، وهذا الشيء هذا راه تيبدا بابسط الامور الخوت، راه ما تيبداش بشي حاجه من الفوق تجي ولا هادي، راه تيبدا بابسط ابسط الامور واللي هي الروتين ديالك اليومي، وفين تتفيق في الصباح واش تدير فهمتيني، كنتي تتفيق وتتسنى امك دير ليك وهادي ابقيتي تما خويا، كنتي تتفيق وتتخدم على راسك، هذيك راه تتسمى تتخدم على راسك، تتشد هذيك النفس ديالك وديك الانا وداك التخربيق وداك العجز وداك الامراض كامله تتولي تحاربها وتتخرج منها فهمتيني. هذه هي هذا الشيء اللي بغيت نشارك معكم، وحاجه اخرى بغيت اوكي المهم اخوت حاجه اخرى هو حيت دابا نختم، حاجه اخرى هو اننا عمدا ندير بحال هاد البلوكات هادو بحال هاد لي بلوك هادو باش نسميجو باش نعرفكم بيا كسلطاعو باش تعرفوا على حياتي ولا هادي، لان بعض الناس مثلا خصنا نفرقوا ما بين ما هو سياسي وما هو يعني اجتماعي وما هو انساني وهاديك الشيء فهمتي كيفاش، يعني حنايا حنا دابا تنسميجو ان حنا ديما تيصورونا يعني النظام مخزني تيصورنا يعني للشعب بحال اننا حنا جمهوريين ولا تخربيق، راه بحال جايين من واحد العالم اخر، ولا حنا ماشي ناس يعني كابابل باش انها تسير حياتها ودير هادي ودير هادي ودير هادي، لا لا حنا كابابل اخي، وحنايا 60 مليون كابابل، يعني حنا بحالنا بحال باقي يعني ولاد الشعب المغربي سواء كانوا يعني بمختلف يعني التوجهات ديالهم، حتى حنا راه بحالهم فهمتيني، يعني كاين بنادم راه درجات وفهمتيني كل واحد يعني كاين واحد التفاوت يعني في المعرفه ولا في اسلوب الحياه ولا في كل شيء فهمتيني. اللي انا بغيت ندير هاد لي فلوغ هادو وكل مره ندير واحد الروتين ونتعرفوا على بعضياتنا فهمتيني اكثر واكثر فهمتوني يا خوت. المهم نتمنى هاد البلوغ هذا يكون عجبكم علاج، وتمنوا ديك النصائح اللي جات في هذا البلوغ هذا انكم كشباب مغربي انكم تقوموا بها وديروها فهمتيني، تبداو بهاد لي روتين هادي، تبدا من الصباح ديالك وتفيق فرحان، حاول انك تضغط على راسك، راه الضغط يعني تولد الانفجار، ولكن الا كنتي تضغط على راسك واحد المصلحه اللي هي بوزيتيف يولد لك واحد الانفجار رائع فهمتيني، وحياتك غادي تتغير بواحد الطريقه رائعه فهمتيني، انت ما تكونش تتخيلها يعني ماشي كما يعني شو يقولوا ليه، ماشي كما زعما هذوك الناس اللي كيفاش يقولوا ليهم، ماشي كما زعما تيحاول يعني بنادم يتصور التغيير، التغيير راه ساهل على الخوت، خصنا غير نبداو بابسط الامور كما قلت، نبداو من القاع يعني الروتينات ديالنا اليوميه خصنا نحاربوها، ومن تما الا بديتو غادي توصلوا ان شاء الله، ونقول لكم هذه 100% فهمتي، غادي توصلوا لشي حوايج في حياتكم، غادي تشوف ان حتى حياتك غتولي تغير في اسبوع فهمتيني، نقول لك هذه القضيه هذه، غادي تشوف راسك انك تاخذ قرارات اللي هي مصيريه في ظل يعني اسبوع او اسبوعين فهمتيني، في بزاف الامور اللي كانت ديما عالقه في الدماغ ديالك فهمتيني، نقول لكم بداو بانكم تغيروا الاسلوب ديال حياتكم والروتين ديالكم اليومي، وبداو بشي روتين يكون يعني ممل للغايه ما يهمش
يديروا اسبوع دير شي حاجه هي ممله لاسبوع مثلا التزم بهذه ولا بهذه ولا بهذه وانا متاكد انك غادي توصل انك غادي تحس بواحد التغيير في حياتك 100%. المهم تحياتي الخوت ولا عجبكم البلوغ ديروا لايك وسبسكرايب وايجيو بلوغات اخرين صافي شكرا بزاف مع السلامه.